يعلن اليوم تكوين الائتلاف بين المثقفين والمهنيين وأساتذة الجامعات. في الأمس الاثنين 14 فبراير عقد اجتماع حضره 27 ممثلي الجامعات المهنية والنقابات المهنية المستقلة وناشطين نقابيين مهنيين. فكرة الائتلاف جت من ان احنا بقالنا سنوات يعني في اكثر من مجموعة بتشتغل في اوساط المهنيين بشكل مستقل رغم عن التكثيف اللي حاصل للمؤسسات النقابية. فمن ضمن هذه المجموعات مجموعة العالم الاستقلال الجامعات 9 مارس، مجموعة جامعيون من اجل الاصلاح، دي المجموعات الجامعية اللي انا اعرفها، لكن كمان في اطباء بلا حقوق، مهندسين ضد الحراسة، يعني معلمون بلا نقابة، كلها حتى العناوين باينة يعني يعني كلها ناس كان المفروض يبقى الشغل ده بيتعمل جوه النقابات، لكن ظروف النقابات خانقة الشغل يعني. ندعو كل هذه المجموعات المستقلة المهنية المستقلة لاجتماع تشاوري ونشوف كده ايه اللي نقدر نعمله مع بعض يعني. البلاغ وزعوا عليكم وبقيت فيها على مسؤولين طبعا الاستاذ محمد محي الدين الماضي باسمه بيتكلم على الدور هو شهده بنفسه لاوتوبيسات طب القصر العيني ماشي وهي بتنقل البلطجيه لضرب المتظاهرين في موقعه الجمل الشهير. بص التزامات مصر الدوليه هي اتفاقيات حقوق الانسان التي وقعتها على مصر، ومن ثم الدور الرئيسي حقوق الحريات الاساسيه التي تم تعطيلها في دستور 71 ما زال نافذا وفق الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان. امبارح لما اجتمعنا اتفقنا انه المهمه العاجله هي المهمه يعني السياسيه، لانه مساله انتقال يعني انتقال السلطه، مساله مين اللي يشرف على المرحله الانتقاليه، مساله مهمه وملحه عشان ما تهدرش مكاسب الثوره. احنا محتاجين نوصل لاتفاق عليه هو مرشح لرئاسه الوزراء، لان هو في الاخر رئيس الوزراء هو اللي هيشكل وزارته. انت هتحط له اوبشنز وهتحط له يعني هتحط له تشتغل له كاستشاري. فنامل انه خلال يوم او يومين بالكثير يتوافق اغلب القوى السياسيه والمجموعات الشبابيه على اسم او اسمين، وبعد كده يتقدموا للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، لانه واقعيا هو اللي في ايده السلطه دلوقتي.